بالنسبة لولاية شلف فقد تلقينا أمس كمية معتبرة وهي 1080 جرعة تم تقسيمها على مختلف المؤسسات العمومية للصحة عبر الولاية، وعددها 8 مؤسسات استشفائية و6 مؤسسات جوارية. عدد النقاط التي سوف تتم فيها عملية التلقيح هي 95 نقطة، وهذه 95 نقطة موجودة على مختلف المؤسسات العمومية الجوارية. غادي تسمح بلي هنا في شلف، جيت هنايا البارح سمحت بلي وصلت اللي قحنا شلف البارح شويه بداو يوزعوا فيه اليوم، نعم كنت مسجل روحي كاين كاع المواطنين، وهذا حاجه مليحه لينا بالصحه ليا والعائله تاعي والمجتمع، وهذا بالصفه لينا.